بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسطة تبوك الأهلية النموذجية. أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد ودرس جديد، الدرس السابع، الدرس بعنوان المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أولا أبناء الطلاب، نود أن نوضح فرق ما بين المظاهر الطبيعية والمظاهر البشرية. المظاهر الطبيعية أبناء الطلاب هي التي من صنع الله سبحانه وتعالى، أما المظاهر البشرية التي تختص بالعنصر البشري وأنشطة العنصر البشري ألا وهو الإنسان. بداية، أول عنصر من عناصر الدرس هو تعرف الطالب على عدد سكان دول مجلس التعاون. هنا أبناء الطلاب، سكان دول مجلس التعاون ما بين الماضي والحاضر. ما معنى ما بين الماضي والحاضر؟ في الماضي كان عددهم في تناقص، أما في الحاضر فأعدادهم في تزايد، وهنا السبب في الزيادة يرجع إلى عدة عوامل، والسبب في النقصان في الماضي يرجع إلى عدة عوامل. في الماضي كان السبب هو قلة الموارد، قسوة الظروف المناخية، عدم تحسن الخدمات أو عدم وجود خدمات صحية، كثرة الحروب وانتشار الأمراض والأوبئة. أما في الحاضر، تزايد عدد السكان لدول مجلس التعاون للخليج العربية، وذلك لعدة عوامل، وأول عامل هو ظهور المورد الطبيعي النفط وما يسمى بالذهب الأسود، وظهور كثير من المعادن التي أدت إلى أو دفعت إلى طفرة اقتصادية كبيرة، أدت إلى ظهور الكثير من المشاريع وتحسن الخدمات الصحية وارتفاع المستوى المعيشي لدول مجلس التعاون، فأدى إلى زيادة العنصر البشري. بجانب ذلك أدى إلى استقطاب الكثير من العمالة الوافدة من الخارج للقيام بالمشاريع الاقتصادية واستثمارهم في جميع المجالات مثل مجال التعليم، البناء والإنشاء والتعمير، الطب، الزراعة، الصناعة، التجارة، كثير من المجالات لا تحصى ولا تعد. وهنا أبناء الطلاب، إحصاء سكاني، الإحصاء السكاني أبناء الطلاب، في هناك فرق بينه وبين التقدير. التقدير هو تقدير، يعني مجمل التقدير، نظرة عامة. أما الإحصاء هو عد السكان أو إحصائهم فردا فردا عن طريق جهة رسمية، والإحصاء أدق من التقدير. هذا للمعلومة والإضافة. عام 1401 كان عدد السكان 12.5 مليون نسمة. في عام 1416 هجري بعد 15 عام ازداد العدد الضعف 25 مليون نسمة. في عام 1425 بعد 9 سنوات ازداد العدد إلى 33 مليون نسمة. وفي عام 1431 بعد 6 سنوات من 1425 إلى 39 مليون نسمة. وفي عام 1438 هجري بعد 7 سنوات قدر عدد السكان أو الإحصاء 54 مليون نسمة و294 ألف فرد و269 فرد. وهذا الجدول يوضح ازدياد عدد السكان ما بين حين والآخر، وذلك للعوامل التي قلنا عليها: زيادة الموارد الاقتصادية مثل النفط والمعادن وكثير من الموارد، تحسن الخدمات الصحية، إنشاء الكثير من المستشفيات، ووجود كثير من الأجهزة الطبية، وجود الأطباء، ووجود مراكز الإسعاف والصحة ومراكز الإسعاف الأولية في القرى والمدن وعلى الطرق،
توافر فرص عمل كثيرة أدت إلى جذب كثير من العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون جميعها. بعد ذلك أبناء الطلاب، هنا ترتيب دول مجلس التعاون: الدولة الأولى المملكة العربية السعودية وهذا عدد السكان، الدولة الثانية الإمارات العربية المتحدة وهذا عدد السكان، الدولة الثالثة سلطنة عمان وهذا عدد السكان، الدولة الرابعة دولة الكويت وهذا عدد السكان، الدولة الخامسة دولة قطر وهذا عدد السكان، الدولة السادسة مملكة البحرين وهذا عدد السكان. بعد ذلك أبناء الطلاب، هنا سؤال يقول: برأيك ما تأثير الزيادة السكانية في دول المجلس؟ هنا أبناء الطلاب، هنا تأثير إيجابي وتأثير سلبي. التأثير الإيجابي هو ازدياد القوة البشرية أو العمالة البشرية التي تغني عن استقطاب العمالة الوافدة. يعني بهذه الإجابة وجود عدد كبير من العنصر البشري الذي يتم استغلالهم في كثير من الأعمال بدلا من العمالة الوافدة. هذا بالنسبة للتأثير الإيجابي. أما التأثير السلبي هو الضغط على المرافق والخدمات وازدياد البطالة. بعد ذلك أبناء الطلاب، الخصائص المشتركة. الخصائص المشتركة لدول مجلس التعاون: يتمتع سكان دول مجلس التعاون بكثير من الخصائص المشتركة، فهم دول يقعون في نطاق واحد. وإذا تكلمنا عن الخصائص المشتركة سنجدها كثيرة. أول عنصر هو أن الدين دينهم واحد، هو الدين الإسلامي، وهذا من أبرز الخصائص. لغتهم واحدة وهي اللغة العربية، أصولهم واحدة، فهم من أصول القبائل العربية من شبه جزيرة العرب والتي انطلقت إلى جميع أنحاء دول مجلس التعاون، فهم من أصل واحد على الرغم من اختلاف مناطقهم. دولهم متجاورة، فهم متجاورون ويشرفون على الخليج العربي بداية من دولة الكويت، ثم البحرين، ثم قطر، ثم الإمارات، ثم سلطنة عمان، وعن غربهم المملكة العربية السعودية. بعد ذلك عاداتهم وتقاليدهم متقاربة. عادات وتقاليد دول مجلس التعاون متقاربة في كثير من العادات والتقاليد، فهي متقاربة بينهم. تشابه الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان قديما وحديثا، مثل رعي الأغنام والزراعة وصيد الأسماك، وحديثا أيضا مثل الاعتماد على صناعة تكرير النفط، وأيضا التجارة والصناعة وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تتشابهون فيها. ومن العادات والتقاليد المتقاربة مثل حسن الضيافة والكرم وطرق الأفراح ما بينهم وبين بعضهم وطرق الاحتفال بها. بعد ذلك أبناء الطلاب، النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي الذي ينقسم إلى صيد الأسماك، الثروة الزراعية والحيوانية، النفط والثروة المعدنية، الصناعة، التجارة. هنا أبناء الطلاب سؤال: دول مجلس التعاون كما ذكرت لكم كانت بها قلة موارد قديما، وهي ما أدت إلى طرد السكان إلى المناطق المتجاورة، وهذا بسبب الجفاف الناتج عن قلة الأمطار، أدى إلى تكوين بيئة صحراوية وخلو أرضهم من الأنهار وقلة الموارد المائية. لذا يعني يا شباب، خلو أرض دول مجلس التعاون من الأنهار والموارد المائية دفعهم إلى ماذا؟ دفع السكان القريبون من البحر إلى الاعتماد على صيد الأسماك، لأنه كان ذات مردود جيد. يعني هم اعتمدوا على صيد الأسماك بسبب قلة الموارد، لم يجدوا مورد يعتمدوا عليه، لم يجدوا ماء لقيام زراعة، بيئة صحراوية، فاعتمدوا على صيد الأسماك
وذلك لأنه ذات مردود جيد. أما السكان في المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية بالمياه. هنا أبناء الطلاب الزراعة. اهتمت دول مجلس التعاون بتحسين الزراعة. لماذا؟ لأن الزراعة أبناء الطلاب هي التي تحقق الأمن الغذائي وتوفر المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها السكان في أكلهم، مثل الأرز، مثل الخضروات، مثل الفواكه. ومع ذلك أبناء الطلاب ماذا فعلوا؟ استصلاح الأراضي البور، الأراضي البور التي غير قابلة للزراعة استصلحوها وجعلوها قابلة للزراعة ووزعوها على المواطنين مجانا. إجراء الدراسات حول الموارد المائية. عرفنا أبناء الطلاب أن دول مجلس التعاون ليس بها موارد مائية، فماذا فعلوا؟ اعتمدوا على إنشاء السدود والخزانات لحجز مياه الأمطار، تحلية مياه البحار، استخدام المياه الجوفية، استخدام المياه السطحية بشتى أنواعها. بعد ذلك أبناء الطلاب إنشاء المزارع التجريبية ومراكز البحوث لتحديد المحاصيل الزراعية التي تناسب الأوضاع الطبيعية في المنطقة. بعد ذلك تقديم المساعدات الزراعية والإرشاد الزراعي مجاني، يعني كانوا يقدمون المساعدات الزراعية والإرشاد الزراعي للمواطنين دون أي مقابل، وتقديم القروض للمزارعين دون أي فائدة. وعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية عن طريق البنك الزراعي للإدخار والتسليف. ومن المحاصيل الزراعية، من أهم المحاصيل الزراعية في دول المجلس هو التمور الذي يرمز إليه السهم، والحبوب والخضار والفاكهة، لكنها لا تكفي. هنا التمور في المملكة العربية السعودية يحقق الاكتفاء الذاتي، يعني تحقق منه الاكتفاء الذاتي، وذلك الخضروات والفاكهة لا تكفي احتياج السكان. لذا تستورد دول مجلس التعاون المحاصيل الزراعية من الدول المجاورة. إذا قال هنا سؤال، استيراد دول مجلس التعاون الخضروات والفواكه من الخارج، لماذا؟ هنا سؤال، وذلك لأنها لا تكفي حاجة السكان. وهنا كما قلنا المملكة العربية السعودية حققت الاكتفاء الذاتي. ما معنى الاكتفاء الذاتي؟ يعني حققت اكتفاء سكانها من إنتاجها الزراعي من التمور. هنا سؤال أبناء الطلاب يقول، برأيك ما الفرق بين الزراعة في الماضي والزراعة في الحاضر في دول المجلس؟ الزراعة في الماضي أبناء الطلاب كانت زراعة بدائية لا تقوم بأساليب علمية حديثة، وكانت تتم بأساليب بدائية. أما الزراعة في الحاضر فتعتمد بأساليب علمية حديثة واستخدام أحدث الآلات الزراعية واستيراد أفضل البذور ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك لتحسين جودة المنتج. بعد ذلك أبناء الطلاب النشاط، بعد ذلك الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية من أهم الأنشطة الاقتصادية، فهي تعد بمثابة مولد كبير بالنسبة للسكان. فهنا اعتنى السكان قديما بتربية الماشية، ولما أنعم الله على دول مجلس التعاون بالنفط وتحسن مستوى المعيشة زاد عدد السكان وعدد الوافدين إليه، فزاد طلب اللحوم. يعني يا شباب، يعني بهذا بأن عندما ظهر النفط في دول مجلس التعاون وتحسن مستوى المعيشة زاد عدد السكان وزاد عدد الوافدين إليها، فنتج عن زيادة عدد السكان ازدياد الطلب على اللحوم. فهنا اللحوم لا تكفي، فماذا فعلوا؟ استوردوا، أو قامت دول مجلس التعاون بالاستيراد من الخارج لسد احتياجات السكان، كما عملت على تحسين الإنتاج الحيواني عن طريق تقديم الخدمات البيطرية والعناية بالحجر الصحي، تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن، تحسين السلالات،
وقد ساعدت هذه العوامل الثلاث على زيادة الإنتاج الحيواني. بعد ذلك أبناء الطلاب صيد الأسماك. يقول المولى عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد كان صيد الأسماك من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية. وبعد ظهور النفط وتحسن الحالة الاقتصادية قلت أهمية الصيد، فتحول الصيد من صيد أن يلجأ الفرد للصيد لسد احتياجه إلى الصيد الحديث اللي هو عن طريق الشركات، حيث عملت الدولة على إعطاء حق الصيد لشركات، وذلك لتقنين عملية الصيد ولكي يسهم في اقتصاد الدولة. هنا سؤال: ما أثر البحر في الحياة الاقتصادية لدول سكان مجلس التعاون قديما وحديثا؟ السؤال ثانية: ما أثر البحر في سكان دول مجلس التعاون؟ قديما كان صيد الأسماك من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية، وحديثا أنشأت شركات متخصصة لصيد الأسماك وأنشأت الموانئ وانتعش الاقتصاد. مرة ثانية: الصيد قديما كان صيد الأسماك من أهم مصادر الدخل للسكان المناطق الساحلية، أما حديثا أنشأت شركات متخصصة لصيد الأسماك وأنشأت الموانئ وانتعش الاقتصاد. بعد ذلك أبناء الطلاب: النفط والثروة المعدنية اللذان يعدان هما العمود الفقري للاقتصاد والصناعة في دول مجلس التعاون. ولدول مجلس التعاون أهمية كبرى بين دول العالم من حيث الإنتاج والاحتياط في مجال النفط والغاز الطبيعي، فتعد المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميا في الإنتاج والتصدير. وبالنسبة للنفط المركز، بالنسبة للغاز الطبيعي المركز السادس في الإنتاج والمركز الرابع في الاحتياط. ولقد كان لظهور النفط أثر كبير في تحول أو تغير حياة السكان من الحياة البدائية إلى حياة المدن التي يعيشها دول مجلس التعاون، كما أن فيها بعض المعادن ذات الأهمية الصناعية مثل البوكسيت والفوسفات والذهب. واستثمارا لهذه الثروات رسمت دول مجلس التعاون خططا تنموية شملت جميع نواحي الحياة. الصناعة، ما معنى الصناعة أبناء الطلاب؟ الصناعة معناها هي تحويل المادة الخام إلى مادة قابلة للاستخدام، تحويل المادة الخام لمادة قابلة للاستخدام. وكانت الصناعة في القديم، هنا نعقد مقارنة، الصناعة في الماضي كانت صناعة بدائية تقوم على سد احتياج السكان مثل صناعة الأواني المنزلية، مثل صناعة الفرش، الأحذية، المواد الغذائية أو احتياجات السكان من الغذاء. أما الصناعة في الحاضر فتعد صناعة حديثة تعتمد على الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والكثير من الصناعات الموجودة في دول مجلس التعاون. ومن أهم العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة أن توافر مصادر الطاقة من النفط والغاز، وجود رأس مال، التشجيع الحكومي، توافر البنية الأساسية واكتمالها، يعني وجود منشآت مباني مكتملة ببنيتها الأساسية والتحتية جاهزة لأن تكون مصانع، استعمال التقنية الحديثة، توافر النقل والمواصلات الذي يوزع منتجات الصناعية على الأسواق، توافر الأيدي العاملة المدربة، الأسواق التي بدورها تقوم بتوزيع أو بيع المنتجات الصناعية التي تنتجها الدولة. وتسعى دول مجلس التعاون إلى التكامل الاقتصادي بينها لوجود مقاومة النمو الاقتصادي. وهنا بعض الصناعات: صناعة تكرير النفط، الصناعات البتروكيماويات، الأسمنت. بعد ذلك أبناء الطلاب نحل سويا تقويم الدرس السابع،
ونركز في الحل. أول سؤال يضع الطلب علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي: اعتمد سكان المناطق الساحلية قديما في دول المجلس في دول مجلس التعاون قديما على النشاط البحري. الإجابة صحيحة. ب: تمتلك دول مجلس التعاون موارد اقتصادية لها تأثير كبير في اقتصاديات العالم. نعم صح، الموارد الاقتصادية هي النفط والغاز وبعض المعادن ذات أهمية مثل الذهب. من أهم المحاصيل الزراعية في دول مجلس التعاون الأرز. خطأ، نضع خط تحت الأرز ونكتب التمور. من أهم الثروات المعدنية في دول المجلس التعاون الفضة. خطأ، فنضع خطا تحت الفضة ونكتب الذهب. من الصناعات المميزة في دول المجلس التعاون صناعة تكرير النفط. أيضا صح، وصناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمنت. السؤال الثاني يعلل الطلبة ما يأتي: اعتماد سكان المناطق الساحلية قديما على النشاط البحري. الإجابة: السبب لأنه كان ذات مردود جيد في حين ندرت الموارد الاقتصادية الأخرى. لأنه كان ذات مورد جيد في حين قلة الموارد الأخرى، وكان ذلك قبل اكتشاف النفط. استيراد دول مجلس التعاون كميات من اللحوم والماشية، وذلك لكثرة الطلب المتزايد على اللحوم وسد احتياج السكان. وإجابة ثانية: لزيادة الطلب وارتفاع استهلاك معدلات اللحوم وارتفاع النمو السكاني. ارتفاع معدلات استهلاك اللحوم وزيادة الطلب عليها وارتفاع النمو السكاني. آخر سؤال، السؤال الثالث: يكتب الطلبة في حدود سطرين عن أهم الموارد الاقتصادية لدول المجلس. أهم الموارد الاقتصادية هو النفط. النفط أبناء الطلاب يعد العمود الفقري للصناعة والعمود الفقري للاقتصاد في دول المجلس، وقد قام النفط بدوره بتغيير حياة السكان من الحياة البدائية إلى حياة المدن، وأدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون وتغييرها بعد أن كانت دول مجلس التعاون في الماضي حياة بدائية وطاردة للسكان. وهذا أبناء الطلاب قد انتهينا من درسنا هذا، وإلى اللقاء مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله.